أهلا بحضراتكم في أولى وقفتنا الحوارية. في خطوة هامة يتواجد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين هذه الأيام في مؤتمر ديفوس الاقتصادي في سويسرا، والحقيقة دي فرصة رائعة للتسويق للاستثمار في مصر خلال المرحلة القادمة، خصوصا بعد حزمة من القرارات والإجراءات اللي تم اتخاذها مؤخرا تنمية الاستثمار وتشجيعه على أكثر من صعيد، وأيضا فتح الكثير من المناطق اللوجستية في قناة السويس، وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح على البورصة المصرية بعد خطوة تعويم الجنيه. كيف يمكن أن نسوق للاستثمار في مصر بأفضل صورة خلال هذا الحدث الاقتصادي الهام؟ وإيه هي النقاط التي لابد أن نركز عليها تمثل حوافز للمستثمرين في المرحلة المقبلة؟ معانا لإلقاء الضوء على كل هذه المحاور في هذا الحوار الدكتور فؤاد أبو ستيت، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة حلوان. صباح الخير يا دكتور، أهلا بك. أستاذن حضرتك، نتابع أولا تقرير حول الموضوع، من بعده نبدأ الحوار مع حضرتك مباشرة. من أجل عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، كانت المشاركة المصرية في منتدى دافوس الاقتصادي 2017 الذي عقد في سويسرا، وخلال المشاركة عقدت لقاءات عديدة مع كبريات المجموعات الاستثمارية الإقليمية والعالمية وأهم بنوك الاستثمار في العالم بهدف الترويج للإصلاح الاقتصادي والمناخ الاستثماري في مصر. وخلال ترأسها وفد مصر بالمنتدى، ألقت الدكتورة صحة نصر وزير التعاون الدولي كلمة مصر في جلسة التنمية الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عرضت خلالها برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب، موضحة أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أساسية لتحقيق معدلات نمو عالية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وعلى هامش المنتدى التقت وزيرة التعاون الدولي بالسفير مانويل الصقر مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وناقش الجانبين استراتيجية التعاون الجديدة للجانب السويسري في مصر للأعوام ما بين 2017 و2020 التي إيجابية على المواطن المصري. وخلال كلمة لها أثناء مشاركتها في جلسة رسمية بالمنتدى، أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد وعي الحكومة المصرية بأهمية تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية الذكية ودعم القطاع الخاص والشركات الناشئة من خلال إيجاد تشريعات تحفيزية وضمانات وحوافز استثمارية. وأوضحت خورشيد أن مشروع قانون الاستثمار الجديد جاء ليشجع على بناء المزيد من المناطق التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية والاتصالات الذكية. أهلا بحضراتكم مرة أخرى، وخليني أعيد الترحيب بضيفنا في هذا الحوار الدكتور فؤاد أبو ستيت، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة حلوان. وحبدأ مع حضرتك مباشرة بالحدث نفسه في البداية، مؤتمر ديفوس الاقتصادي العالمي، وأهمية أن تتواجد مصر في هذا المنتدى الاقتصادي والفرص اللي ممكن تتوفر ليها بشكل أكبر من هذا التواجد. صباح الخير وصباح الأخوة المشاهدين. مؤتمر دافوس مؤتمر بيناقش قضايا الاستثمار على مستوى العالم، والمؤتمر ده بيناقش كل سنة حزمة من الموضوعات اللي بتؤثر على الاستثمار في العالم كله بصفة عامة. وده بيبقى ملتقى للاقتصاديين والمتخذ القرار لتبادل الأفكار والآراء حول تحسين البيئة الاستثمارية الدافعة للاستثمار في كل دول العالم. الاستثمار شيء مهم، هو الدافع الأساسي لأي نمو اقتصادي. أي دولة لابد أن تستثمر جزء كبير من مواردها الخاصة والخارجية عشان تحقق معدلات نمو مرتفعة. لأن تحقيق معدلات نمو من خلال الاستثمار ده هيؤدي إلى زيادة التشغيل والوظائف
اكيد هيفتح سوق عمل كامله ويفتح سوق العمل ويجيب التكنولوجيا. المهم المؤتمر ده بيناقش قضايا ومحاور للمؤثرة على الاستثمار. تمام. طيب في رأي حضرتك وبناء على المعطيات الحالية الموجودة في السوق المصري في الوقت الحالي، الإجراءات اللي تم اتخاذها مؤخرا، القوانين اللي تم سنها، إيه أهم النقاط اللي لابد من التركيز عليها في هذا المؤتمر من الجانب المصري لتشجيع الاستثمار من الطرف الأجنبي؟ بمعنى إيه نقاط القوة اللي يجب التركيز عليها تتوافر في السوق المصري ممكن ما تكونش متوفرة في أسواق تانية؟ الاقتصاد المصري اقتصاد واعد وله كثير من المقومات، يعني كتير اتكلمنا عليها، الموقع، حجم السوق، السكان، المناطق اللوجستية، الكفاءة، حجم العمالة، إلى أخ إلى أخ إلى أخ. الاستثمار ده بيئة، البيئة نفسها هي بتكون بيئة جاذبة للاستثمار. للأسف الاقتصاد المصري اقتصاد واعد جدا بس في عدة مشاكل لابد التغلب عليها. من ضمن هذه المشاكل البيروقراطية اللي احنا بنعاني منها في كل حاجة، وبالتالي واحدة من القضايا المهمة اللي لابد التغلب عليها هي البيروقراطية القاتلة في مصر. أيوة. وهنا مفروض انه قانون الاستثمار وافق عليه مجلس الوزراء وارسل الى مجلس النواب للموافقة عليه ومناقشته. القانون ده قانون مهم لانه ده من خلاله هتبتدي تفعل محاور القانون ويطبق القانون وبتبتدي تهيئي البيئه الجاذبه للاستثمار. طب لو حضرتك يعني برضو تلقي بالضوء على اهم الاجزاء المضيئه في قانون الاستثمار الجديد وكيف يمكن ان يفتح افاق اكبر للاستثمار في مصر، يعني عشان نبقى نتكلم في المعطيات الحاليه. الحقيقه القانون لم يعني يظهر على النور ولم يظهر إلى مناقشة المحورية المجتمعية فيه، ولكن أرسل إلى مجلس النواب، لكن هناك بعض المحاور العامة اللي ممكن يعني يستشف منها، اللي هي الحوافز اللي هي التغلب على القضايا ما بين المستثمر الحوافز هنا بقى بتبتدي بقى من الضرائب، من الإعفاءات، من الجمارك، من وتبتدي تختلف برضه من منطقة إلى أخرى. وجهة نظرنا الشخصية إن القانون ده مهم، بس قبل ما نبتدي القانون لازم إحنا كدولة وكحكومة نبتدي نهيئ هذه البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال تشجيع القطاع الخاص المصري. صحيح. وهو قطاع واعد وبيستحوذ على نسبة كبيرة من الإنتاج في مصر، وجذب الاستثمارات الخارجية من الخارج. والاستثمارات الخارجية هي فيها نوعين، استثمار خارجي بيسموها foreign investment، استثمارات أجنبية، الأجنبي والاستثمارات في البورصة. الاثنين دول مهمين جدا، بس الاستثمارات الأجنبية تجذب معاها التقنية والتكنولوجيا وتدريب الأيدي العاملة وخلق فرص للتصدير وهكذا. تمام. فهنا هي دي المهمة الصعبة اللي احنا لازم نبتدي نبص عليها لانه حضرتك دلوقتي لو بصيتي على العالم بصفة عامة هتلاقي فيه منافسة شرسة ما بين دول العالم في جذب الاستثمارات. صحيح. بص على الصين، بص على شرق آسيا، بس حتى منطقة الخليج بقت منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. بالزبط. رغم أنه مواردهم قليلة جدا. بالزبط. وتقريبا يعني فرص الاستثمار محصورة فقط في الاستثمار التجاري، بس هي بيئة لكن هي بيئة موائمة. بالضبط. هي البيئة. احنا عشان كده يعني عايزين نركز أنه إيه اللي موجود في مصر مش موجود في بيئات أخرى، يعني بحيث أنه يعمل لها خصوصية وجذب أكبر من أماكن أخرى. كتير. الموقع، حجم السوق،
المنطقة اللوجستية في قناة السويس، الصناعات المختلفة بأنواعها المختلفة من الأساس، من اللوجستيات، من الكمبيوترز، من الصناعات الحديثة، الموارد نفسها الموارد متنوعة، كل موارد متنوعة. الخام نفسها متنوعة، أنت عندك مساحات واسعة من الموارد، وعندك حجم سوق كبير، وعندك يعني حجم توظيف عالي. فهنا كل معظم مقومات الاستثمار موجودة في مصر. الحقيقة وحتى من أنشئ المجلس القومي للاستثمار برئاسة السيد الرئيس، ده برضو من الأشياء الدافعة اللي هي بتبص على المحاور وتبص على القضايا وبتاخد قرارات مهمة. يعني أنا وجهة نظري الشخصية ما لابد من تفعيل القانون وبسرعة، لأن ما حقيقة ما عندناش رفاهية الوقت. صحيح. يعني مفروض حضرات السادة الوزراء اللي هم راحوا المؤتمر دافوس كويس، بس ما هي جدوى هذه؟ يعني قصدي حضرتك لازم يبقى في خطة زمنية وبعدين من نتعرض على المستثمر قول والله بص أنا عندي القانون ده، والقانون ده 1 2 3 4 وأقر وفعل. تمام. يعني هي قصة، وبعدين عندي مشروعات معينة وعندي قطاعات معينة، ولابد يبقى عندنا رؤية. الرؤية دي، طيب بما أن حضرتك ذكرت قطاعات معينة، إيه أكتر القطاعات اللي حضرتك شايف أنها الأفضل والأسهل البدء فيها؟ يعني فيها مثلا بنية أساسية أقوى، فيها حافز أعلى، البيروقراطية فيها أقل؟ يعني احنا عندنا قطاعات كتير، سواء بقى في غزل ونسيج، تصنيع، زراعة، ايه اكتر القطاعات اللي نبتدي بيها تؤتي ثمار اسرع؟ ده سؤال مهم جدا وسؤال ذكي جدا كمان. الحقيقة محور قناة السويس من المحاور المهمة جدا، والدكتور احمد درويش شغال بفاعلية فيه. هنا هتخلقي مناطق صناعية بقى، لوجستيات بتصدر للخارج، ومناطق استثمارية واعدة. بالنسبة للقطاعات، عندك من الزراعة، عندك التشييد والبناء، عندك صناعة الحديد، عندك الأثاث، عندك الكمبيوتر والبرمجيات. لا، عندك قطاعات مختلفة، وده الميزة اللي في مصر اللي هي التنوع. تنوع، صحيح، التنوع المختلف، وبالتالي بيديكي ميزة الميزة النسبية في أشياء كثيرة. الزراعة وإدخال المنظومة الصناعية في الزراعة، تصنيع الزراعة ده أساسي طبعاً، فده بالتالي يساعد على الاستفادة من الموارد. وبعدين مد هذه الصناعات إلى الصعيد والمناطق النائية في سيناء وفي وادي الجديد، وبتبتدي تنتشر من الأشياء اللي فعلت وأنفق عليها الكثير من الأموال، مشروعات البنية الأساسية والبنية التحتية. ودي مشروعات مهمة، لأنها دي من المشروعات الدافعة للاستثمار. كل ما كان هناك بيئة تحتية، طرق وكباري وإنفاستراكشر، أيوة، علشان يبتدي يشتغل على أساس موجود بالفعل. يعني كتير مثلا من الناس بيقول لك ما هي فائدة، لا، لها فوائد كثيرة. ومن هذه الفوائد نستفيد بها المواطن أولا، وبنستفيد بها المستثمر، وبالتالي تأتي ثمارها على المدى القريب والمتوسط والبعيد. طيب، في شركات الحقيقة عالمية أعلنت أنها بتفكر جديا في بدء استثمارات فعلية في مصر، من ضمنها مثلا شركة هندوجا الهندية اللي بتدرس إنشاء مجمع لإنتاج الأوتوبيسات في مصر على غرار المجمع اللي أنشأته في رأس الخيمة بالإمارات. طبعاً الإمارات عموماً برضو بيئة جاذبة جداً للاستثمار، وفي تسهيلات يعني كتيرة جداً متقدمة من الحكومة هناك. في رأيك إيه الحوافز اللي ممكن إعطائها لهذه النوعية من الشركات لتسهيل بدء استثمارها بالفعل؟ أول حافز إنه الشباك الواحد، إنه المستثمر يروح على جهة واحدة، ما يخشش على 50 جهة، ويبتدي عارف إيه ما له وما عليه، إيه هي
الحوافز اللي هياخدها، الحوافز الضريبية، الإعفاءات، تحويل الأرباح، المستوى التقنية المطلوبة، مستوى التوظيف اللي هيعمله، في كل الأشياء كل الكلام ده ما كان معروف في البداية بيبتدي المستثمر عارف من النهاردة إلى 20 سنة قادمة هو إيه المطلوب منه وإيه المطلوب من الدولة تقديمه. وده الملاحظ في دول مثلا زي دول الخليج زي ما سعادة تفضلت وقلتي، بيبقى المستثمر عارف وضامن وآمن إنه أمواله ممكن تحول، تسهيل الاستيراد، التكنولوجيا، الاستيراد، العمالة، كل هذه الأشياء بتبقى موضوعة مقننة. تمام. كلما كانت مقننة وموضوعة مظبوط، وتفعيل القانون. تفعيل القانون من الأشياء الهامة والضرورية. بص سعادتك مثلا على دولة مثلا زي الصين. يعني لو سمعت مثلا الرقم اللي في الصين من الاستثمارات الخارجية في بيئة اقتصادية تقريبا يعني منخفضة حاليا في كل دول العالم، 46 مليار دولار. يعني أموال الصين الحقيقة ليها تجربة كمان فريدة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل. يعني هي عملت معظم اقتصادها ونهضتها في التركيز على جزئية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. طب دي نقطة هنجلها لاحقا، بس احنا برضو كان يعني على مدى سنين طويلة الحقيقة واحدة من أهم العقبات والمشكلات اللي بتواجه سوق الاستثمار في مصر والتسويق ليه انه ما فيش عمالة مدربة على مستوى عالي تبقى يعني بتقوم هذا السوق وتبقى حافز ومشجع لأي مستثمر انه يجي مصر. واحنا شفنا التجربة دي كانت سبب في افشال، او يعني العنصر ده كان سبب في افشال تجارب سابقا، الى جانب طبعا عوامل تانية كتير. يعني كان في ناس من الهند جم اشتروا مصانع ومن الصين ولانه ما كانش فيه عمالة مدربة للأسف استبدلوها بعمالة من موطنها الأصلي. يعني صحيح. يعني لقينا في عمال من الهند ومن الصين جايين يشتغلوا هنا. صحيح. في حين انه احنا عندنا سوق عمل كبيرة. صحيح. بالاعداد. صحيح. يعني صحيح. يعني الى اي مدى لازم يبقى في توازي في هذه البرامج، بمعنى ان احنا نقدم حوافز للمستثمرين وفي نفس الوقت يبقى في برامج شغاله بالفعل على تدريب العناصر اللي هيحتاجها المستثمرين دول. ده حضرتك محور مهم جدا ومحور فاعل. مصر لابد ان يكون لها استراتيجيه في التعليم، من التعليم الابتدائي لغايه الثانوي، التعليم الفني. لازم التعليم نبتدي من التعليم الجامعي، مش بس من سوق العمل، وربط التعليم بسوق العمل. يعني الطالب من بيجي في الجامعة وبيتعلم لابد يكون قادر على تطبيق ما تعلمه في سوق العمل، وبالتالي هنا لابد من الربط ما بين التعليم الجامعي والتعليم الفني وما تحتاجه الصناعات المختلفة والأيدي العاملة المختلفة. سعادتي مثلا دولة مثلا زي الهند أو زي الصين أو الدول شرق آسيا كلهم بدوا يغيروا مناهج التعليم. الصين مثلا، الهند دلوقتي اكبر مصدر للبرمجيات في العالم، بتكلم مثلا على اكثر من تريليون دولار حجم صادراتهم من البرمجيات. فبالتالي هنا محتاجه الشباب المصري والجيل المصري جيل واعد وقادر على الاستيعاب، بس المهم يبقى فيه التوعيه والتوجيه والربط ما بين ما يتعلمه في المناهج العلمية وما يتم تطبيقه على أرض الواقع. دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية أنه في المرحلة الأولى لابد يبقى عندنا أنواع معينة مختلفة من الصناعات. الصناعات تعتمد على توظيف العمالة أكتر، كثيفة العمالة بيسموه. ودي مهمة لأنك أنت محتاجة أن الاستثمارات الأجنبية تستوعب جزء من العمالة الموجودة في مصر. أيوه. النوعية الثانية بتتعلم التقنية الجديدة المتقدمة. ودي محتاجة برضو انك محتاجها انت كدولة وكمجتمع. وبالتالي هنا يبد من الربط ما بين هذه النوعية من الاستثمارات، كثيفة التكنولوجيا وكثيفة العمالة. الشيء المهم انه لابد يبقى احنا لينا رؤية. الرؤية مهمة يعني للدولة ومهمة للمجتمع.
بحيث ان يبقى الرؤيه مثلا زي مثلا اندونيسيا مثلا او سنغافور او الصين، يبقى في خطه بعيدة المدى، احنا عاوزين نبقى ايه ومعروف بالظبط كل عنصر هيشتغل ازاي بالظبط ويتم واستغلال توظيفه ازاي، المميزات النسبيه الموجوده في مصر. طيب دي مهمه جدا، نقطه مهمه جدا اخ اخرى يعني وصلنا ليها، فكره الصناعات الصغيره والمتوسطه. نعم. واستلهام تجربة الصين، لأنه إحنا تقريبا عندنا يعني بشكل عام نفس المشاكل اللي المفروض أنه بتعاني منها الصين، العدد الكبير في السكان، الاقتصاد اللي ممكن يكون كان متعثر في فترة من الفترات، لكن الصين حولت العدد إلى ميزة مش عيب. صحيح. إيه أهم العناصر الإيجابية اللي لازم نستلهمها من تجربة الصين لتحقيق نفس الاستثمار اللي انتشل الصين وحطها يعني في مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة دلوقتي، هي قاطرة للاقتصاد العالمي ومنافس قوي جدا في السوق؟ دي نقطة مهمة تانية. مشكلة مصر ان حوالي 60-70% من الاقتصاد غير رسمي، ودي نقطة مهمة وجوهرية، انك عندك كثير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة غير داخلة وغير خاضعة وغير معروفة حتى القطاع الرسمي. فأول خطوة مهمة وضرورة، ودي من ضمن التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري، تحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي. طبعا ده عن طريق التسهيلات والحوافز ودراسة وإعطاء الصناعات والصغيرة التمويل المطلوب. يعني السيد الرئيس أعلن عن 200 مليار جنيه دعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة خروض 5%، بس الحقيقة من تيجي يجي الفرد يقدم على قرض هناك كثير من الصعوبات اللي بيلاقيها. وهنا الصندوق الاجتماعي، دور الصندوق الاجتماعي مهم، بس قبل ما تكون القصة دي انك انت تحولي هذا القطاع الضخم من الاقتصاد المصري من قطاع غير رسمي الى قطاع رسمي، الى القطاع الرسمي يبقى ليه دفاتر وعارفين قيمته الضريبيه، عدد الموظفين واسهامه بالتحديد بالدقه في الاقتصاد، الصناعات وهكذا. دي نقطه مهمه جدا. انا بشكرك على هذا الحوار الغني والمفيد دكتور فؤاد ابو ستيت، استاذ الاقتصاد والتمويل بجامعه حلوان، شكرا لوجودك معنا. شرف عظيم. مشاهدينا لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح، نتحول إلى النشرة الرياضية بعد لحظات ومستمرين حتى العشر.